إمكانياتها. نادي بلحاج في التوزيع صعبة. كرة طويلة من إرنستو. رافق صيفي يتمكن منها مباشرة لكريم زياني. نشعر بأن العقدة بدأت تفك نوعا ما من جانب الخضر في هذه اللحظات. الجمهور الوفي يبقى وفيا وينفجر ملعب 5 جويليا بعد الهدف الرائع جدا لنور الدين دهام في الربع ساعة الأول من انطلاقة الشوط الثاني. هدف جميل ورائع جدا، هو الأغلى في هذه المباراة والأغلى منذ زمان، لأنه جاء في وقت يمر فيه المنتخب الجزائري بظروف صعبة وصعبة جدا، ورفع للتحدي من قبل اللاعبين فوق أرضية الميدان. هذا هدف نور الدين دهام الذي أفرح الآلاف، 35,000 متفرج في مدرجات ملعب 5 جويليا. هدف سيفك العقدة ويعطي نفس آخر لعناصر المنتخب الجزائري رغم الصعوبات التي تمر بها ورغم معاناتها ورغم أيضا كل شيء. المنتخب الجزائري متفوق بهدف مقابل صفر من إمضاء نور الدين دهام بعد مرور ربع ساعة لعب الجزائر هدف منتخب الرأس الأخضر. صفر في هدف سجل مغاير لمجريات اللعب تماما، كان في وضعية رائعة، أقول كان في وضعية رائعة كل من رفيق صيفي وكذلك نور الدين دهام. وأول هدف للمنتخب الجزائري بعد ربع ساعة لعب هدف سيكون على الجهة اليمنى. حذاري حذاري مع خوانيسيو هيلا، صعبة وخطيرة جدا، وبوغرا يخرجها في المرة الأولى وقواوي في المرة الثانية. زياني دائما يتوغل، صعبة وزياني يتوغل هيلا. لا اصطدمت بأحد لاعبي المهاجم كريم زياني، توزيعة هيلا والدفاع كاد يلحق عليها كريم رفيق صيفي. ارتماء رأسية دقائق الأخيرة، هذه هي دقائق الجمهور ومساندة جلت الآن مباشرة عمرون بعد هذه الركنية. يعني هيدا هيدا ولا لا هدف ثاني، هدف ثاني بصعوبة كبيرة كبيرة جدا من نيري، يحرر الجميع ويضيف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري بهدفين مقابل صفر. يا له من هدف ويا لها من مباراة ولا يا لها من صعوبة، مباراة فريدة من نوعها، صعبة جدا. من نيري يعطي حق هذا الجمهور الوفي بإضافته للهدف الثاني لينهي به المباراة وينهي به السسبانس الذي دام وطال منذ انطلاقة المباراة. من نيري والمنتخب الجزائري يريدون أن يقولون اليوم ها نحن قمنا بالواجب وتمكنا من الفوز بهدفين مقابل صفر، فنحن نستحق كل العناية ونستحق كل الاهتمام ونستحق أيضا المكافآت التي ننالها. الاتحادية الجزائرية وعدت بتسوية المستحقات مباشرة بعد حصولها على الموارد المالية اللازمة، وهو ما نتمناه طبعا. صعبة جدا كانت هذه المباراة في ظروف صعبة جدا، هدفان مقابل صفر، مش عارف إذا كان الانتصار هذا عنده. طبعا كرة ربما الأخيرة بالنسبة لمنتخب الجزر الرأس الأخضر، محاولة لتسجيل هدف واحد ولا لا جزائري. يونس في آخر كرة، يونس محاولة توغل تبقى عنده الكرة، يلعبها ممتازة مع إلى عمرون الهدف. لا خرجت من دخلت وخرجت تقريبا، المدافع خرجها من على الخطة الثنائية هذه بين يونس وعمرون. المراوغة كانت رائعة باليسرى والتسديدة باليمنى. لا بالحاجة، نعم بالحاجة، التسديدة باليمنى.